السلام وعليكم عليكم السلام مرحبا. ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت مسموع أستاذة ليلى شيباني؟ نعم ممتاز، إذا الصوت أنا جيد أسمعه إن شاء الله. جيد تلتحق جدا، معنا الدكتورة، شكرا لك دكتورة كنزة بالتوفيق دوبي، شكرا بالتوفيق أستاذة إن شاء الله. إن شاء الله. أرحب بجميع الحضور، في حين تلتحق معنا ضيفتنا الدكتورة مارسيلينا لتتحفنا بالورشة التدريبية حول الصحة العاطفية للمرأة الحامل. إذا في انتظار تلتحق معنا الدكتورة بهذه الورشة التدريبية. دكتورة مارسيلينا، نعم دكتورة، الصورة موجودة. مساء الخير، مساء الخير، الصوت واضح إن شاء الله؟ نعم الصوت رائع وواضح ومسموع دكتورة. أوكي، بداية بهنيكم على نجاح أعمال المؤتمر، وإن شاء الله دوام الازدهار للمنبر الديمقراطي العربي وللجامعتين اللي دعموا هذا المؤتمر، ولحضرتك للجهود اللي مميزة حقيقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، من التنسيق إلى إدارة الجلسات إلى يعني التواصل الودي مع الجميع. فأنا سعيدة جدا بهذه المشاركة. ونحن نرحب بك دكتورة بهذه الفعالية. دكتورة مارسيلينا، مرحبا بك بيننا. إذن دون إطالة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بجميع الحضور الكريم ضمن اليوم، يعني ستكون الجلسة الختامية للمؤتمر العلمي الدولي الصحة العاطفية، رؤية سيكولوجية سوسيولوجية وصحية. وخلال هذا الختام برمجنا يعني هذه الورشة التدريبية، وإن شاء الله يعني ستكون ورشة جميلة جدا مع الدكتورة الجميلة والغالية علينا، ضيفتنا الدكتورة مارسيلينا شعبان حسن. هي متخصصة بالعلاج النفسي التحليلي وعضو المركز العربي للأبحاث النفسية والتحليلية، وكذا صاحبة مركز الأوائل للتأهيل النفسي التربوي من دمشق. أهلا وسهلا بك دكتورة. ورشة اليوم ستكون حول الصحة العاطفية للمرأة الحامل، لها عدة محاور لهذه الورشة، تتمثل في كيفية الاستعداد للحمل والحياة العاطفية للمرأة الحامل، الصحة العاطفية للمرأة الحامل في الثلث الثاني من الحمل، الصحة العاطفية للمرأة الحامل في الثلث الثالث والأخير من الحمل، والحالة العاطفية في محيط الولادة وما بعدها لغاية مرور 40 يوماً على الولادة. فتفضلي دكتورة، أنا أرحب بك وأرحب بكل الحضور الكريم. أرجو الانتباه لهذه الورشة التدريبية مع غلق الميكروفون حتى لا تكون ضجة داخل القاعة. تفضلي دكتورة. شكرا للتقديم. حقيقة هذا الموضوع يعني اخترته بعناية، رغم أنه بموضوع الصحة العاطفية هناك مواضيع عديدة جديرة بأن تبحث، ولكن نظرا ل
قلة البحث عربياً حول هذا الموضوع، أردت أن أشارككم بعض الأفكار على أن تكون هناك إغناءات بالمستقبل، وسعدت بالبحث الذي قدم حول هذا الموضوع باليوم الأول، فكان أيضاً أغنى أفكاري. الحمل هو اختبار نفسي وفيسيولوجي للمرأة. الحمل هو الحدث الذي يعزز أنوثة النساء، أنوثة المرأة. فهذا الاختبار هو اختبار للهوية الأنثوية بالمعنى النفسي. فالهيجانات النفسية إن وجدت خلال فترة الحمل، هناك إذن أفكار لا واعية قد تكون استيقظت، ربما من مخاوف معينة تراكمت في ذهن هذه المرأة. إضافة إلى الاختبار الفيسيولوجي، هو اختبار بكل معنى الكلمة لمناعة الجسد الحيوية، من حيث أن فترة الحمل هي كاشفة لنواقص المكونات لبعض المعادن للفيتامينات، وكما تظهر بعض الاضطرابات أو القلق لدى المرأة على المستوى العاطفي، هناك أيضا نجد أن مشاكل العضوية ليست واحدة عند النساء. فالنساء التي تكثر عندهم أعراض الحمل القوية، غالبا ما تكون ربما أساسها نفسي من عدم تقبل الحمل. وهنا أذهب للمحور الأول، أن الاستعداد للوالدية بمعنى الاستعداد للحمل هو ربما يجب أن يبدأ منذ قرار الزواج. الزوجين يقترنان بالعلاقة العاطفية، يكون هدفهم إنشاء أسرة، وبالتالي الإنجاب هو من الأهداف الكبيرة أو الهدف الأساسي في الزواج. هناك قول شائع أن الأمومة تبدأ عند النساء منذ اختيار الشريك العاطفي، أن المرأة يعني تخالجها مشاعر أمومة من الوقت الذي تتركز مشاعرها على الشخص، على الشريك، وتحلم أنها تريد أن تكون أما لأطفاله، على حين أن الأبوة لا تتحرك أو لا تتجسد بصورة أساسية عند رؤية المولود. وبين هذا الشعور الأولي للمرأة الذي بالأمومة الذي ينمو كلما تقدم الزواج، وبالتالي تكون حالة الحمل لكي تكون ناجحة، يجب أن تستقر مشاعر المرأة أنها تريد فعلا هذا الحمل، أن تكون جاهزة وتكون مستعدة صحيا وبالوسط العلائقي في استقرار بمحيط العائلتين، عائلة الزوج وعائلة المرأة، لأن عناصر الدعم الاجتماعي العائلي هي من المقومات الأساسية لإنجاح زواج، وبالأحرى أكثر كون موضوعنا الحمل أنه مهم جدا للزوجين أن يكونان محصنان بدعم عاطفي ورعاية من عائلتيهما. إضافة إلى التحصين بوسط علائقي من الأصدقاء، لأن فترة الحمل يخالج المرأة مشاعر متضاربة من الانعزال، من الوحدة، ولكن إذا كان هناك وسط يعني داعم ويعرفون أن هذه السيدة والزوج هم في اختبار
تجربة جديدة عليهم، ولا سيما بالحمل الأول. أنا أقول أكثر المشاكل عادة تحصل في الحمل الأول، وهناك عوامل عديدة لهذا الاضطراب أو لهذه الحمولة النفسية الزائدة، من ربما الزواج المبكر يكون سبب لمخاوف، لتوترات، ربما تأخر الزواج أيضا هنا يكون سبب، ربما الأمراض الوراثية بالعائلة، بعائلة أحد الزوجين يكون سبب للقلق، إضافة إلى الزوج، الزواج المسترخي، الزواج الداعم، هذه كلها عناصر جوهرية في إنجاز حمل جيد أو وجود قلق واضطراب خلال هذه الفترة. الحمل هو ليس حالة مرضية، إنه حالة طبيعية، ولكن الأمور المرضية تحصل خلال هذه الفترة، ربما شدة الأعراض تجعلنا بالوضع المرضي. إذن الاستعدادات عادة نجدها عند النساء في بلادنا، من يعني التأكد من الصحة الجسدية، ولكن نلاحظ بصورة عامة أن الاستعداد النفسي والتهيئة والتثقيف للزوجين حول الحمل، حول التغيرات الحاصلة، حول المسؤولية، حول نظام الأسرة الذي يجب أن ينجز بين الزوجين بما يتناسب مع هذه المرحلة لتتم بنجاح، نجده ليس بالمستوى المطلوب. وهذا من خلال خبرة العيادية لأكثر من 20 عام، وأيضا من خلال تجربتي مع مشاكل الأطفال، لأن مركز التأهيل أيضا لدي منذ عام 2000، ولا سيما نحن نهتم بالأطفال من ذوي الإعاقة وأطفال التوحد والاضطرابات السلوكية، ونجد أن من المشاكل لولادة أطفال مضطربين عادة ما يكون هناك مشاكل بعدم تقبل الحمل، وأيضا مشاكل بالعلاقة الزوجية. هذه المرحلة الأولى، الاستعداد للحمل، مرت بسلام، إن أنجزت بشكل صحيح، تكون باقي المراحل ميسرة إلى حد كبير. ولكن هناك بعض الأمور الواقعية التي يجب أن نأخذها على محمل الجد، أن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل هي بكل تأكيد تؤثر على الانفعالات، ولكن هذه التغيرات الهرمونية تكون بشدة أقل في حال المزاج المتوازن والمشاعر الإيجابية في الحياة الزوجية. في مشاكل الأزواج مرات تحديات كثيرة، فربما تكون الزوجة لديها تقبل للإنجاب، ولكن الزوج لديه ممانعة، يريد التأخير، ولا سيما الفكر السيكولوجية الذكورة أو الرجال عادة يهتمون بالأمور الواقعية المادية وبظروف معينة، ولكن المرأة تكون عادة عاطفية، وربما لديها فيها ضغوط، إن تأخر الحمل يصبح تتعرض لبعض الانتقادات وللشكوك والاتهامات من العائلتين، وتساؤلات تحرجها. ولذلك النساء تعتبر أن الحمل هو مؤشر لثبات الزواج. وبالتالي المرحلة الأولى من الأشهر الثلاثة الأولى هي، أنا قسمت العمل على فترة الحمل
إلى ثلاث أقسام، الأشهر الثلاثة الأولى تكون بالشدة العالية، لأن هذه التبدلات الهرمونية تكون لها مفرزاتها على كامل الشخصية، وتتعطل أحياناً منجزات أو إنجازات المرأة في إذا كانت عاملة وإذا كان لديها أطفال آخرين. فبالتالي الدعم النفسي والعاطفي مهم جدا لهذه المرأة، بأن هذه فترة ستمر. عوامل القلق في المرحلة الثلاث أشهر الأولى عند المرأة الحامل تتمثل بتغير شكل الجسد، بالأعراض الجسدية من إقياء وإسهال، وأيضا من ارتفاع ربما لحرارة الجسم، ربما أيضا يكون خربطة الهرمون السعادة ينخفض، لأن هرمون الأستروجين والبروجستيرون والكورتيزول يزداد في الدم، ولذلك تكون انفعالات المرأة بشدة أعلى. الأشهر الثلاثة الأولى هي من المراحل الصعبة حقيقة، ولكن بعد هذه الأشهر الثلاثة تكون المرحلة الحمل الأوسط من ثلاث أشهر إلى ست أشهر مرحلة جميلة جدا، أن الحمل صار بثبات وقلق الإجهاض تخطته الأم أو تخطاه الزوجين، وتكون العلاقة الحميمة بين الزوجين أفضل. في المرحلة الثلاث أشهر الأولى العلاقة يمكن أن يحصل بعض النفور من الزوج، من رائحة الزوج، من ربما لا تطيق، لديها مخاوف ربما أو شعور بالذنب، إن أو هي مفاهيم خاطئة، ومن هنا تلزم التوعية إنه ربما العملية الجنسية قد تتسبب بالإجهاض أو تتسبب بالضغط على الرحم وما هنالك. فعادة العمل النفسي هو يزيل المعتقدات الخاطئة والإدراكات الخاطئة، وهنا مناسبة لهذا التأكيد. ويعني بيهمني إنه بكونه أنا ما بريد تكون محاضرة إذا كان معانا أشخاص أو سيدات حوامل أو سيدات متزوجات من الزميلات عانينا من مشاعر سلبية بالحمل، بيسعدني يشاركونا التجربة. وأيضا إن كان هناك آباء أيضا موجودين من الزملاء أو طلبة عانوا من تجربة يعني مشاكل عاطفية عند زوجاتهم أثناء الحمل، أيضا تسعدني مشاركتهم. أنا سوف أقدم يعني الأفكار التي حضرتها لكم، ومن ثم من الجيد أن نفتح باب النقاش، لهكذا تكون الغاية من ورشة العمل هذه أن ننفتح على الأفكار وأن تتوسع النقاشات، وبالتالي يكون فعلا هذا تدريب وليس محاضرة تنجز وتنسى. المرحلة الثانية من الحمل هي كما ذكرت هي مرحلة رفاهية، مرحلة استقرار جيدة للأم، أنها يعني الحمل يعطيها تقدير لذاتها إن أنجزت المرحلة الأولى بسلام، أنها مرأة ستمنح الحياة لكائن في بطنها، وأنها ستكون تحمل لقب الأم بعد فترة، ولكن القلق يعاود بالظهور بالثلاث أشهر الأخيرة، وذلك لأن حجم البطن يزداد وتزداد الصعوبات بالضغط على الرحم والمثانة، وأيضا ربما تزداد الهواجس
عند المرأة بمخيلة ترقب الجنين السليم، وأيضا يكون الجنين واضح تماما عند مراقبته بجهاز الإيكو بعد 6 أشهر، وهنا تبدأ الصورة الخيالية تقترب من الصورة الواقعية للولد المنتظر. هنا تحصل بعض الارباكات النفسية والحرص والحذر يصبحان شديدين من صعوبة الولادة، إن كانت تحتاج لعملية أو إن كانت في يعني زاد وزنها بشكل كبير تخشى أن تحصل تعثر بالطلق. وهنا يلزم التثقيف الجيد بالتمارين التنفس والتأمل والاسترخاء وكل المفاهيم التي تزيد إيجابية للمرأة الأشهر الأخيرة يكون أيضا يزيد قلقه بأنه كزوج وزوجة وطفل. هذا المثلث له تحدياته، هل يستطيع سوف يستطيع أو سوف يكون أبد، هل سيكفي أسرته، وما تتحرك زوج مشاعر دكتورة أرجو فقط إعادة تشغيل المايكروفون. نعم واصلي. شكرا. كنت أتكلم عن المشاعر النفسية الصعبة لدى بعض الآباء، من ربما تتحرك لديهم مشاعر بعلاقتهم بوالدهم أو بالصورة الوالدية. بالمحيط الولادة يكون مهم جدا علاقة الأم المرأة الحامل، دعم الأم لابنتها هام جدا، وبمبادلة خبرتها في يعني خبرتها السابقة بالإنجاب والإرضاع والعادات الجيدة والتثقيف بما يتصل بالاستقبال المولود. وهنا هذه الكم المعلومات الإيجابية لها دور إيجابي، وإن كان هناك معلومات سلبية إن احتكت هذه المرأة بنساء سلبيات لديهم تجارب فاشلة أو لديهم صعوبات، لديها تصبح لديها صورة ذهنية عن أن الولادة هي فعل يعني تعذيب وأن الأمر سيكون مرهق. بالولادة أكثر ما هو معروف ومنتشر أنه الحمل الذي يكون فيه قلق أو الحمل المصاحب للاكتئاب يكون يعني مؤشر كبير أن الاكتئاب سيكون بشدة أعلى بعد الولادة، واكتئاب ما بعد الولادة هو منتشر بالأبحاث أكثر من الاكتئاب المصاحب للحمل. سوف أتكلم عن بعض الأعراض اللي مميزة لاكتئاب ما بعد الولادة. من أهم الأعراض الشعور يعني بالنقص، البكاء، الرغبة بالبكاء، التركيز، رفض البيبي، رفض المولود، وأيضا هناك قد تكون بعض الأفكار الانتحارية.
هذا القلق لماذا أنا ذكره قد يستمر للأربعين يوم؟ الأربعين يوم هي المدة المتعارف عليها أن جسد المرأة يتخلص من كل مفرزات الحمل والخلاص المشيمة خلال الأربعين يوم، لتستعيد إليها حيويتها الجسدية وتستقر هرموناتها، وأيضا يكون الإطمئنان على المولود أنه بصحة جيدة، ربما يكون الإرضاع، الإدرار الحليب قد تحقق، أو مشاكل المغص، أو يعني تأكدنا أن الوليد بخير، أن ليس لديه نقص أكسجة، لم يحتاج إلى حاضنة. كل هذه الأمور خلال الأربعين يوم يتم العبور منها، وهي مدة كافية لكي تبدأ مسيرة جديدة بحمل مسؤوليات الأمومة. ما أريد يعني مشاركتكم له لماذا من أهم أعراض اكتئاب ما بعد الولادة هو الشعور بالنقص. هناك أمهات يريدن الاحتفاظ بالمولود، يعني ربما لحمايته، أو ربما الحمل أضاف لهن تقدير ذاتي كبير. بالتالي لأن ببلادنا العربية تحديداً للأم مكانة كبيرة، والمرأة الحامل هي مؤشر الخصوبة ومؤشر النعمة والبركة، فهي ربما ترغب بهذه المساندة، بهذه المشاعر التي تلقاها من المحيط، وبعد الولادة تخاف من المسؤولية. لذلك وهي أيضا هو ربما بالبعد التحليلي قد يكون الحمل هو يعني مكون ذكوري يكمل شخصية الأنثى، إذا كان لديها مشاكل أوديبية في طفولتها لم تتخطاها بقبول ذاتها كأنثى في عائلتها، وأن يكون موقعها بين والديها جيد ومدعوم، وأنها لا تشعر بالدونية كونها أنثى. هذه أهم الأفكار التي أردت مشاركتكم إياها، كربما هي تكون يعني فلاشات، ولكن أنا يعني أعول على، وإن شاء الله أكون يعني أعطيت فكرة واضحة عن أهم الإرهاصات العاطفية للمرأة الحامل. شكرا. إذن ونحن نشكرك دكتورة يعني على هذه المعلومات، وأنا حقيقة كنت منغمسة مع كل ما بادرت به وتفضلت به دكتورة. فعلا يعني تبقى المرأة الحامل تحتاج إلى ذلك الدعم وذلك الاهتمام، خاصة أنها خلال يعني المرأة بدون حمل تحتاج إلى اهتمام، فما بالك أنها تكون يعني مرأة حامل يعني في بطنها جنين وروح أخرى تحتاج إلى اهتمام ومحبة ودعم معنوي. دكتورة أنت أشرتي أنه يعني المرأة الحامل، طبعا كلنا نعلم أنه هناك تقلبات في الجانب الانفعالي، نحن هذه الورشة حول الصحة العاطفية للمرأة الحامل، كلنا نعلم أن المرأة الحامل لديها تغيرات في مستويات الهرمونات مما تتسبب في ذلك التغير يعني في المزاج وفي الحالة النفسية والحالة الانفعالية، وبالتالي تحتاج إلى يعني توعية في جانبها الصحي من حيث الغذاء حتى تحسن تلك المستويات من الهرمونات، كذلك معظم يعني الممارسات الصحية التي تساعدها في تحسين حالتها الانفعالية. تقلبات المزاجية في أثناء الحمل هي عبارة عن تغيرات سريعة في الهرمونات، يعني هناك تغير سريع جدا في مستويات الهرمونات دكتورة، يعني كما أشرت خاصة هرمون للأستروجين والبروجستيرون، يعني هو يترتفع المستويات للأستروجين خلال الأسابيع الثانية عشر الأولى كما تطرقتي دكتورة مارسيلينا، يعني حتى هرمون أستروجين أنا
يعني حسب اطلاعي وحسب معرفتي بالنساء الحوامل، دوما تكون لديهم تلك القوة في المشاعر، يعني لديها مشاعر قوية اتجاه ما تشعر به داخل أحشائها من هذا الجنين، يعني تكون تلك العاطفة بداية منذ معرفتها أنها حامل. يعني ذلك التغير في الهرمونات يرتبط بمستوى مادة السيروتونين الكيميائية التي هي مسؤولة عن تلك السعادة والسعادة بوجود هذا الجنين. يعني قوة في المشاعر فيها سعادة وفيها محبة وفيها عاطفة اتجاه ما تحمله في أحشائها دكتورة. إذا وبالتالي تحتاج إلى ذلك الدعم وذلك الاهتمام، سواء يعني من قبل الأسرة التي تتواجد فيها أو كذلك من خلال الدور الكبير الذي يلعبه هنا الطرف الآخر اللي هو الزوج. إذا نفتح يعني كذلك باب المناقشات والتدخلات وآرائكم، ودكتورة مارسيلينا هي ضيفتنا اليوم ونرحب بها من جديد، ونرحب بكل الحضور الكريم اللي راه معانا اليوم في الورشة التدريبية. إذا إن كان تدخل تفضلوا. نعم دكتورة دلال سامية، تفضلي عزيزتي. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضلي دكتورة. شكرا أستاذة. في البداية تحية طيبة لجميع الزملاء اللي شاركوا طيلة أيام الملتقى، وتحية خاصة وشكر خاص للدكتورة مارسيلينا على هذه الورشة وعلى هذا تسليط الضوء على هذا الموضوع بالذات. دكتورة، أشرتي في للقلق، قلق الحامل في المراحل الحمل الأولى ومراحل المتأخرة. هنا سؤالي ليك دكتورة، هل القلق هذا اللي كنتي أشرتي ليه، لأنه غالبا أنا ممكن أضم صوتي لصوت الدكتورة شيباني، أنه نعرفوا المرأة الحامل هي في أثناء الحمل تاعها ولا تلقيها لخبر الحمل تكون تعيش واحد الحقيقة، هو تقلب في الحالة العاطفية تاعها وفي المزاج تاعها، ولكن للإيجاب، معناتها تكون تشعر بفرحة ممكن هي اللي تقدم تعكسها على المحيط نتاعها، معناتها هي اللي تكون سند يقدم الشعور بالسعادة وبالفرح. ولكن هنا السؤال ليك دكتورة، القلق هذا اللي كنتي أشرتي ليه، هل يمكن نعتبره هو قلق طبيعي، ولا هو القلق اللي يكون في مستوياته العليا والغير طبيعي؟ هل نقدروا نعتبره القلق هذاك، مانيش عارفة هو في أي مستوى؟ حقيقة هو ليس قلق طبيعي، ولكن هو حسب شدة الأعراض يمكن أن نقول أن هذا قلق طبيعي أم قلق مرضي. حسب الشدة، إن كان زادت أعراض القلق والخوف، فإذا المرأة استعداداتها للحمل غير جيدة، وهناك مخاوف عميقة يجب ألا تتردد بالاستشارة الأخصائي النفسي، وليس الاكتفاء بالطمأنة على صحة صحتها الجسدية وحسب. وهذا دور، أنا أناشد يعني، أو ربما تكون أحد توصيات المؤتمر، ضرورة تعاون النساء بالاهتمام بالمرأة الحامل وتعها إذا كانت لديها بعض المخاوف والقلق، ألا تتردد بالاستشارة النفسية هي وزوجها. إذا أستاذ شدة الأعراض هي التي تؤكد أن هي مرحلة، القلق موضوعي، قلق الحمل هو قلق موضوعي، ولكن شدة الأعراض هي التي تجعلنا يعني نضع افتراضات لجدية الموضوع، أنه ربما يكون له عقابيل أو يتطور لاكتئاب ما بعد الولادة، الذي ربما يكون هناك مهدد. وهناك الكثير من نسبة الوفيات بدراسات عالمية تزيد بعد الولادة أو حتى أثناء الحمل.
مشكورة. هو عموما جزء من سؤالي اللي كان رايح يجي غالبا يبدو أنك أجبتي عليه، معناتها سبقتي الإجابة على سؤال كنت مازال ما طرحتش، هو هل يمكن اعتبار أنه هذا الشعور بالقلق مؤشر من مؤشرات دخول هذه المرأة في مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة؟ مشكورة دكتورة على شكرا شكرا. دكتورة شكرا دكتورة نعم، شيباني ونحن نشكرك دكتورة دلال سامية على نعم تدخلك هذا في محله. يعني تبقى المرأة الحامل تعيش حالة من المشاعر المختلطة، يعني ما بين الفرح وبعدين توتر من حالتها الصحية، كيف راح أضع هذا يعني الصغير هذا الحمل تاعها، يعني راح تكون مشاعر مختلطة، يعني بعيدا عن تلك المشاعر الأولى من معرفتها أنها يعني حامل بهذا الجنين، تكون مشاعر قوية جدا من السعادة، وبعدين مع تلك يعني تبدأ مرحلة الفحوصات وغيرها من مراحل يعني راح تمر بها كل مرأة حامل، وهنا راح تبدأ المشاعر تختلط عليها، ويعني تبدأ مستويات من التوتر وغيرها، يعني لخوفا على جنينها، خوفا على مرحلة، خوفا من مرحلة الوضع وغير ذلك. يعني هذا ما فهمته من الدكتورة مارسيلينا، الدكتورة الغالية التي شرفتنا اليوم بحضورها معنا. نعم، إن كان يعني هناك إضافة أو تدخل تفضلوا أحبتي الكرام، وخاصة يعني من النساء والأمهات اللواتي معنا في هذه الورشة، أكيد لديهم يعني تجارب في هذا الموضوع. وتبقى الصحة العاطفية هي التي جمعتنا في هذه القاعة الافتراضية طيلة أيام هذا الأسبوع، هي صحة عاطفية تمس يعني جميع الفئات العمرية وجميع الشرائح العمرية وغيرها. إذا وتلتحق كذلك الدكتورة علاوة عبلة بكلمتها وتدخلها، تفضلي دكتورة. تشغيل الميكروفون فقط وتفضلي. الآن تسمعينني دكتورة؟ نسمعك يا عزيزتي، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أمسية طيبة لجميع الأساتذة الحاضرين معنا في هذه الجلسة العلمية. شكر موصول للدكتور على هذه المعلومات القيمة جدا حقيقة، والتي نحتاج إلى دائما تذكير أنفسنا بها أنه قام بقرارير هذه المرأة التي لها نفسية، لا أقول التي هشة، ولكن نفسية كالنسمة، تحتاج من يعتني بها ويحتاج من تحتاج من يعطيها الاهتمام كي تزهر وتعطينا هذا المولود الذي هو قطعة منها وقطعة من المجتمع كذلك. وما موضوع الصحة النفسية إلا كي نحافظ على هذه الآلة، أنا أقول أنها آلة تنتج بفاعلية، والحفاظ على هذا المنتوج الذي هو غير طيب إن شاء الله. أشارت الدكتورة إلى موضوع جد جد مهم، ألا وهو موضوع استبطان المرأة لوضعها داخل الأسرة. كي نعرج قليلا على مفهوم التنشئة الأسرية، مفهوم الذكورة والأنوثة في مجتمعاتنا العربية عامة والمجتمع الجزائري بالتحديد، من هي هذه المرأة؟ هذه المرأة في تصوراتنا وفي مخيالنا هي ذلك تابع لمن؟ تابع لذلك الذكر الذي هو الأب والزوج والأخ. حتى عندما تنشأ هذه الفتاة قبل الزواج، تنشأ على أنها لابد أن تحافظ على عفتها وعلى سمعتها وعلى كل ما هو اجتماعي، من أجل من؟ دائما كما قلت، من أجل ذلك التابع. ثم يصبح ذلك التابع جنينا في أحشائها يتخبط. أظن أن قلق الثلاثة أشهر، سؤالي للدكتورة طبعا، هل ممكن أن يكون قلق ثلاثة أشهر له علاقة باستبطان مفهوم الذكورة داخل المرأة واستقبال الجنين الذكر، خاصة أنها تذهب إلى أسرة لا تعرفها، لا تعرف مدى استقبالهم أو حبهم للذكور أو الإناث، ثم هي لا تعرف ما هو جنس هذا الجنين؟ هل ممكن يكون استقبال الجنس الجنين له علاقة بقلق 3 الأشهر الأولى أم لا؟
يعني هو من العوامل المرجحة طبعا، يعني هناك أسباب لا واعية يعني تستيقظ في فترة الحمل الأولى تكون غير معالجة عند هذه السيدة، وبالتالي مكانتها في الأسرة والقيمة التي توليها أسرة الزوج تحديدا للمولود بالقبول كيفما كان جنسه، هذا أكيد عامل مريح للمرأة. وأنا أريد هنا أيضا أن أؤكد على أهمية ملازمة الزوج لزوجته الحامل بالزيارة للعيادة النسائية وبزيارة لعمل الاختبارات، لأن هذا يشعرها بأنها غير متفردة بالمسؤولية وغير مسؤولة عن المشاكل الحاصلة، لأن الحمل هو نتاج ثمرة مشتركة من الزوجين بيضة، والبويضة أن السلام الجينية للزوجين، الزوج بالرعاية والدعم توفر الأسلوب اللطيف المحترم وعدم الاستخفاف بمشاعر الزوجة المتقلبة، وأيضا في المنزل تزيد شدة أعراض المرأة في الأشهر الثلاثة الأولى، ولا سيما بعض الرجال لديهم ربما عدم تحكم بما يتصل بحاجتهم الجنسية، ونجدهم يعني يكون لديهم هروب، ربما يقضون وقت خارج المنزل أكثر، ربما أثناء وجودهم بالمنزل مع حاليا بالمرحلة ربما تكون هناك خطورة من استخدام الجوال للمرأة الحامل، أو هناك يعني معلومات يفترض أن نأخذها على محمل الجد في العناية بالأسرة واستقبال المولود كل التفاصيل، لأن هذا الوعي هو ما يخفف القلق ويشعر المرأة أنها ليست مسؤولة عن مشاكل الحمل، بل هي يعني معها رجل متعاون ومعها أسرة داعمة ومعها محيط من الوسط العلائقي من الأصدقاء والزملاء الذين يطمئنون عليها ويبادرون بمبادرات الاتصال وأفكار ممكن تثير الفرح بالطلعات أو المشاوير أو النزهات القصيرة أو المشي، مشاركتها بالمشي أو الحديث التليفوني وأساليب كثيرة، يعني أو إرسال بعض الصديقات أو الأخوات اللي لها معلومات عن الحمل أو مشاركتها التجربة، كل ذلك يخفف حقيقة من قبول الحمل ويعني التغلب على المخاوف والقلق. نعم. شكرا دكتورة، بارك الله فيك. سؤال ثاني إذا أمكن. نعم، تفضلي. بالنسبة إذا بعد أن تمر مرحلة يعني 3 أشهر الأولى ثم يأتي التقبل والمكانة بنفس، يأتي مرحلة الإقبال على استقبال هذا الجنين ومخاوف العملية القيصرية، مخاوف استقبال هذا المولود خاصة لمن لم تكن له خبرة، خاصة مع استقبال المولود الأول. هل تمارين الاسترخاء هذه التي نحن كمختصين حبذا لو يكون هناك تفعيلها في بالتعاون مع طبيب النساء والتوليد كي نخفف من الواقع النفسي استقبال المولود، هل هنا التمارين تخفف تقلل من قلق الولادة أم أنها تسهل عليه؟ هذا هو السؤال اللي يطرحه علينا الأمهات، ما إحنا نختار عليهم كمختصين.
لماذا لا تتبعكم جلسات قبل يعني استقبال قبل الدخول يعني في الشهر التاسع؟ تسأل هل هذه التمارين هي مخففة للضغط النفسي أم هي مخففة لآلام استقبال، خاصة أن عندهم كامل هذاك المفهوم خاطئ أن الآلام سوف تكون قاتلة وما إلى ذلك من مخاوف، خاصة الخوف من الموت. أظن أن الصوت لم يصل الدكتورة مارسيلينا. لم تسمعني؟ إن شاء الله تكون سمعت يعني كل ما تطرقتي به دكتورة علاوة. إن شاء الله. تدفق شكراً أستاذة الإنترنت ليلى. اليوم ضعيف نعم. ضعيف كثيرا، ماشي شوية. إذا والله تبقى يعني المرأة الحامل صراحة، يعني من كل المداخلات اللي تم عرضها، من بين أهم التوصيات هي الاهتمام بالأسرة. الأسرة هي اللي تخلي الطفل وتخلي الفرد يعيش صحة عاطفية إيجابية، لذلك الاهتمام بالمرأة الحامل من بين أهم المواضيع اللي يجب التركيز عليها حتى تكون يعني المرأة بصحة عاطفية جيدة، راح تخلي اهتمامها بجنينها كذلك اهتمام جيد. هنا فقط راح تعيش في بيئة إيجابية جميلة طيبة مرتاحة نفسيا ومطمئنة، حتى يعني تضع مولودها وتقوم برعايته والاهتمام بالصحة وجانب هذا الجانب الانفعالي المهم. نعم، إذا بانتظار تعود معنا الدكتورة مارسيلينا إن شاء الله. ننتقل إلى تدخل آخر، لست أدري حتى تلتحق الدكتورة مارسيلينا. نعم دكتور أو الدكتورة حكوم، هل لديك إضافة أو تدخل؟ مساء الخير عليكم. يعني ما شاء الله، بارك الله فيكم. موضوع في القمة، ويعني كاين لو كان نهضروا عليه ما نكملوش في نهار ولا في نهارين، باسكو الحمل هو معاش، يعني معاش يبدأ من كما نقولوا من الصغر تاع المرأة، باسكو فيه بزاف حوايج تدخل. كيفاش هي عاشت الطفوله تاعها، وهل كان استعداد يعني للحمل ولا لا، سواء نفسيا ولا ماديا ولا من جميع النواحي، هل الحمل مرغوب ولا لا، بزاف يعني صوالح كل لحظه بلحظه. وخلي الرغبه في، حبيت نقول الجنس المولود ولا الصحه تاعه، اسكو اونديكابي ولا لا، والمسانده الاجتماعيه انسي سويت. وانا واش حبيت يعني نتطرق جوست سؤال على العادات والتقاليد، يعني بعد نهضر على البيئة اللي يعني نعيش فيها، مع باش جو بونس في الجزائر الأغلبية يعيشوها، وهذه يعني الفترة هذه جوست ما بعد الولادة، يعني كي نشوفوا العادات تاعنا أنها تهتم أكثر بليزانفيتي، يعني كيفاش تستقبل بالتجهيزات للأكل، وخلي هذوك 3 أيام ولا 3 أيام ولا كيفاش يسمونها في المناطق واحدة أخرى. ممكن نشوفوا بلي المرأة ما كانش هذيك المرأة، ما كانش نفسها، ما كانش اللي يهتم بها ولا بالجانب النفسي تاعها، أكثر ما يهتموا بهذوك الرسميات. وفوالا، وأنا عشتها يعني كأم، ضغط كبير كبير، لازم تعرضي هذا وتعرضي هذاك، دونك تلقاي روحك ما تهتمش بالصحة تاعك ولا بصحة، يعني سورتو مع التجربة الأولى، ما تعرفي لا ترضعي، ما تعرفي واش معناتها، وخاصة عشت هذيك 8 أيام البيبي بلو، يعني وين حسيت ان فيد، حسيت فراغ، يعني احساس جامي حسيته في حياتي بوندون لا غروسيس، كاع كانت نورمال. كي لحق اليوم الثامن حسيت فراغ داخل، نشوف هكا البيبي تاعي
وما نعرفش نقول وين راه البيبي تاعي، شغل تحسي واحد، حسيت واحد الاحساس جامي مريت به. ولزمو كنت يعني في الدومين، عرفت واش معناتها، والزوج ساندني. دونك بعد جاني يعني نبكي نبكي ما نعرفش علاه، نقول وين راه البيبي تاعي وانا نشوفه قدامي، ونحكم هكا كي شغل نحكم كيما نقولوا بطني وين راه هذا. ميم كيش انا حسيت هناك انفصال بيني وبين هذوك الحركات اللي كنت نحس بهم في وقت 9 اشهر. دونك يعني حاجه جامي حسيتها في حياتي، صح الحمد لله كشغل جي بو جيري هذيك لا سيتوياسيون على بالي واش معناتها. دونك يعني جو مسوي كالمي، قلت بلا عقل راح تجوز وهذه، وبهذا البوان ومع الضغط هذا اللي قلت لكم على العادات والتقاليد، دونك الجانب النفسي ما يراعوهش بتاتا. واش حبيت ثاني نشير، مدى بينا لو كان يكونوا نفسانيين يهيئوا المرأة لهذا المعاش اللي حتعيشه جست ابري لا غرسنس. دونك حتى واحد ما يوجد المرأة لانها بانها ممكن راح تصادف اكتئاب ما بعد الصدمة. نهضر مع شي نساء درك في 2023 مقبلة على الولادة، نقولها اسك تعرفي واش معناتها اكتئاب ما بعد الولادة، تقول لك جامي سمعت به. فوالا هذه هي، وشكرا على الموضوع ما شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله في الدكتورة وقاعد الحاضرين. شكرا. شكرا لك عزيزتي دكتورة حكوم على طرحك وإضافتك. أيضا فعلا يعني تبقى المرأة الحامل تعيش مجموعة من المشاعر المختلطة ما بين الفرح والسرور والتوتر، ومشاعر متنوعة ومتعددة تعيشها في خلال تلك الأشهر من الحمل. وتعود معنا الدكتورة الغالية ضيفتنا الدكتورة مارسيلينا حسن، ويعني نعلم أنك لديك ظروف ولديك أعمال وأشغال، إن شاء الله لن نطيل عليك ضيفتنا، فقط يعني بعض التدخلات من الحاضرين، وبعدها نذهب إلى الجلسة الختامية مباشرة. شكرا على صبرك وعلى حضورك معنا. كذلك أتيح الكلمة للدكتورة رحمة، رحمة نعم دكتورة رحمة تيسير التي أتحفتنا بمداخلتها أمس. تفضلي دكتورة. سارة، هذا الملتقى وهذا العرس العلمي بمثابة الإدمان لنا، فقد أدمناك دكتورة ليلى وأدمنا الوجوه العلمية الطيبة. وقال إنه الإدمان هو تحول الحاجة من حاجة إلى رغبة، فنحن في احنا في وصلنا للاستعداد، تحولت حاجتنا الى رغبه ملحه، تحولنا الرغبه الى حاجه، تحولت رغبتنا في المشاركه والاستماع لهذه المداخلات الى حاجه جد ملحه. مسروره جدا بهذا اليوم بهذا اللقاء. شكرا للدكتوره مارسيلينا، وعفوا على الذبذبات تاع دخول الانترنت. ما اردت قوله انه سبحان الله والحمد لله أنه المرأة الحامل منذ أو المرأة بصفة عامة، جدتي تقول المرأة فيها العيوب السبع، فمقارنة بالرجل حياة الرجل سهلة وبسيطة، مقارنة بحياة المرأة في مختلف ثقافات وخاصة في ثقافتنا العربية. فبمقابل العبء والتعب والألم وهذاك العطاء المستمر، أنه نكون إنسان مستقر فجأة، أنه اللي مرتبط بزوج وبأسرة ومسؤولة، وفجأة أنه اللي حامل، صحيح الدور الاجتماعي، ضغط اجتماعي، إثبات للأنوثة، إثبات للخصوبة، مجموعة إثباتات لا تنتهي، سواء كانت بالنسبة للمرأة أو للرجل، ضغط من العائلات، ومن بعد ندخل في خضم صراع ربما أنا لا أستطيع أن أقود الصراع. فالقدرة والاستطاعة سواء الزواج أو الحمل أو في ليست أولوية في حياتنا، إنما هي حتميات تحتم عليك قبل الوصول إلى سن العنوسة، الزواج تحتم عليك قبل سن الوصول إلى سن اليأس، الإنجاب. فالاستعداد النفسي، الاستعداد الاجتماعي، الاستعداد المادي في بعض الأحيان ما نبديلوش أهمية كبرى. الشيء الذي أردت أن أنوه إليه أنه هناك مقابل كل تعب هناك ثناء
إلهي. مثلاً الإرضاع مثلاً، لقاو باللي هرمون الإكستوسين اللي يعتبر من هرمونات النشوة كالدوبامين وغيرها يفرز مقابلة أو في أثناء الحمل، كأن الله سبحانه وتعالى أي الأم راهي تعطي لهذاك الجنين بعبء بألم وما ترقدش وتخلط الساعة البيولوجية وكذا، ولكن هناك ردود فعل من الطبيعة من الكون من في الجسد لكي تعطيها القوة على أن تكمل وأن تكمل في هذا العطاء. قالت المتدخلة التي قبلي أظن الأستاذة حكوم جملة رائعة أود أن أنهي بها حديثي، اللي هي أنه جي دي باسي سي سنتيمون. وإحنا نحكيو على الصحة العاطفية، والبارح حكينا على الانفعالات، وحكينا مثلا عن الانفعالات عند الأنبياء، والانفعال لابد من أن نعيشه سواء أكان جيد أو سلبي، لكن علينا أن نخرج منه، علينا أن نستفيد منه. ليس طبيعياً أن يكون إنسان لا يعيش فعلا سلبية مستهدف في حياته، وأن نكون بصفة الطبيعية السوية ما نشعرش بالحزن والألم والغضب وكل المشاعر السلبية، هي عبارة عن خبرات وتجارب نفسية علينا أن نعيشها، علينا أن نعيشها ونستفيد منها ونستمر، الحياة تستمر. أود شكركم جميعا، وإن شاء الله تكون كل الإنفعالات التي تعايشونها إيجابية وجميلة، ونتجاوز الإنفعالات السلبية والمؤلمة بما يجب أن نتجاوزها. شكرا للجميع. إذن شكرا جزيلا لك دكتورة رحمة على تدخلك أيضا. فعلا يعني تبقى المرأة الحامل يعني مليئة بتلك المشاعر. نعم دكتورة مارسيلينا، يعني مع أكيد نعم. أكيد دكتورة، أنا أريد أن أصحح مع ذكرتها الزميلة أن هرمون الأكسوتسين ينخفض حقيقة في الحمل بالبداية نظرا لتضاربه، خربطة الهرمونات، وهرمون الأستروجين يكون أقوى تزيد نسبة الكورتيزول في الدم، وبالتالي هرمون السعادة ينخفض، وهذا ما يزيد يعني من توتر المرأة وهشاشتها الانفعالية سرعة فقط. وأؤكد أيضا مما ذكرته الزميلة العزيزة أن كل هذه المشاعر السلبية والإيجابية مبتدأها من الاستعداد للحمل، إن كان استعداد جيد تتنمى الصراحة بين الزوجين بالتعبير عن المشاعر ومشاركة المشاعر، وإذا لم يكن هناك هذا الاستعداد وكان الحمل مفاجئ مثلا، أو إن كان هناك خبرات، أريد أيضا أن أؤكد على هذه الملاحظة، خبرات إجهاض سابقة يكون الحمل متعسر وتزيد الانفعالات السلبية عند المرأة الحامل. شكرا. نعم فعلا دكتورة مارسيلينا، شكرا لك على تصحيحك لهذه المعلومة كذلك، شكرا جزيلا. وأتيح الكلمة مباشرة إلى الدكتورة ضياب لبنى. أرجو فقط أنه في عجالة حتى نطيل على الدكتورة مارسيلينا، إحنا في الجزائر عندنا راهي الثامنة، ولكن هم عندهم وقت فايتين بثلاث ساعات، يعني راهي 11 أو لست أدري. تفضلي دكتورة الغالية الجميلة الطيبة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم سعيد. أنا فقط لدي تدخل بسيط وليس سؤال. بالنسبة للأستاذة التي شاركتنا تجربتها، أود أن أقول لها يعني الأمومة ليست أي شخص يقدر يتمتع به، الأمومة شيء رائع، الأمومة شيء إيجابي، حتى أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالأم والرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا المرتبة اللي تحصلت عليها الأم، هذا يكفي أنها تحارب، أنها تجاهد، لأنه تغيير الهوية بالكامل، يعني واحدة تكون مسؤولة على ذاتها على نفسها، وفجأة يأتي طفل جزء منها.
إحساس رائع صدقوني. يعني أنا أم ونهني الأمهات يعني بعد في هذا الأسبوع كان عيد الأم، نهني كل الأمهات وإن شاء الله السيدات اللي مازالوا ما أنجبوش نتمنى لهم إن شاء الله يرزقوا، والعازبات إن شاء الله ربي يعني يرزقهم بزوج صالح وكذلك ذرية صالحة، ولكل شيء حكمة عند الله. يعني حبيت فقط نخبر كل الأمهات واحدة أنها تفوت وتزوج أوتوماتيك مو لازم يكون عندها استعداد باه تكون أم، لا تتفاجئي كي تلقي روحك أونسينت، لا تتفاجئي كي تلقي روحك حامل، لأنه عدم الرغبة في الإنجاب يؤدي إلى اضطراب للطفل حتى ويكون علاقة. صدقوني يعني الأمومة شيء رائع وكاين الناس راهم تحرموا منها، لذلك أنه أنت مباشرة بعد الزواج لازم تتوقع ولازم يكون عندك استعداد نفسي لتقبل أنك تكوني أم. وكذلك إضافة بالنسبة للأستاذة اللي شاركتنا التجربة تاعها وقالت لك كنت مهتمة من لأنه ليه؟ لأنه اهتمت بالآخرين وأهملت الإبن تاعها حتى أنه حست باللي الطفل كان جزء منها وفجأة انفصل، درت ذاك صدمة الانفصال هي اللي أدت بها، لأنه كانت ذاك البيبي يعني لاحظوا أن الأوروبيين مباشرة يحطوا البيبي على صدر الأم لأنه إحساس متبادل، حتى الابن كيكون داخل بطن الأم، الأم كي تقرأ القرآن الطفل يخرج يقرأ القرآن، الأم كي تكون ترقص وتغني الطفل نفس الشيء، لأنه هذه الأشياء متوارثة. حتى أنه الطفل على الرغم من أنه ثمن أيام الأولى لا يكون يرى، ولكن يشم ريحة الأم، يحس بالأم، الأم لازم تكون أقرب شخص إلى الطفل. إحنا الإشكال تعنا أين؟ أنه الأم تهتم بالمعازيم وتهتم بالشكليات والحفلة إلى آخره وتهمل الطفل، حتى الرضاعة تلقاها هذا التليفون. يعني الأستاذة من مصر بتكلم باللغة العربية، يعني لاحظوا أنه الأم تحمل المحمول وتكون في تواصل مع، وحتى الرضاعة عندها وضعية سليمة، عندها حتى الإحساس كيفاه تمد للطفل هذاك. يعني من تبدأ التغذية للصحة العاطفية من أبسط الأمور من أبسط السلوكات. يعني احنا نلاحظوا انه معظم الامهات ليس لديها وقت للبقاء مع الابن تاعها، ليس لديها الوقت لان تهتم به وتعطي له وقت يعني حتى في الرضاعه. لاحظوا انه الان اصبحت الرضاعه الاصطناعيه يعني بزجاجات، تعطي له زجاجه وما تحكمهاش ميم با بيدها، يعني تحطها له تدير له اي حاجز هكذا تبقى هذيك الزجاجه واقفه ويرضع وخلاص يسونسي. حتى انه ممكن تكون وضعيه غير صحيه غير سليمه، قادر حتى الطفل يتسبب له اختناق. لاحظوا بانه تهيئ الام يعني كي تكون الام ترضع في الابن تاعها وتكون راقده، كاين التهيئ الذهني اللي يخليها دائما على يقظه انه الابن تاعها راهو تحت تحت كما نقولوا احنا تحتويه، وبالتالي راهي دائما تلقاها على يقظه انه الطفل هذا في اي لحظه ما يتعرضش لاذى، بدل من انه تعطي له زجاجه وتخليه مرمي وتمده للمربيه او الى يعني فرد اخر يهتم بالرعايه. هذا هو هذا من بين الاسباب اللي تخلي الطفل تاعنا بحاجه والى الصحه العاطفيه، تبدا من يعني مباشرة أنه تتقبل وتكون عندها الطفل هذا يكون مرغوب فيه، وبعد مباشرة تكون التربية إلى آخره والرعاية الدقيقة اللي لازم تكون كل أم تعتني بها. مش حابي تنقول لأمهات اعتنوا بأولادكم، اعتنوا بأولادكم، هناك من حرموا منهم، اعتنوا بأولادكم لأنهم أكبر استثمار، اعتنوا بأولادكم لأنهم أهم شيء في الحياة، لأنه مهما حققتي من نجاحات وليتي بروفيسور ولكن عند فشلكي في تربية الأولاد هذيك تحسي بالعجز، هذاك هو أكبر عجز أنك ما تكونيش وتقوميش بالدور تاعك كأم، لأنه مستحيل تجيبي طفل وما تتغيرش الهوية تاعك بالكامل. لازم تتقبلي هذا الشيء، لازم تتقبلي مدام أنه هذا الطفل جاء وانتي دخلتي في علاقة وزوجتي اوتوماتيكمون راح تكوني ام،
سبحان الله. تحاولي تكوني مع البريش انا عازبه وانت متزوجه، يستحيل. لازم الانسان هذا يكون بالمنطق، مادام كاين طفل لازم تكون كاينه رغبه، لازم يكون كاين استعداد، لازم يكون تجهيز، لازم يكون انسان عنده طريقه في التربيه. ما كيش قادره ما تزوجي ما تجيبي ولاد ما تحصلي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لك يا دكتوره دياب لبنى، ما يعجبني فيك عفوتك في الطرح وفي طرح يعني الافكار و... شكرا لك يا عزيزتي على حضورك وعلى إيجابيتك وعلى عفويتك في الطرح هذه الأفكار، فعلا هذا هو واقعنا. أتيح الكلمة للدكتورة قطواش ضاوية، وربما هو آخر تدخل وأستسمح من جميع حتى ننهي هذه الورشة وننتقل إلى الجلسة الختامية. تفضلي دكتورة قطواش. شكرا لك أستاذتي الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم في هذه الأمسية الطيبة، سعيد جدا بلقائكم مجددا في هذا اليوم الختامي للمؤتمر، وسعيدة أيضا بلقاء الدكتورة مارسيلينا، فشكرا جزيلا لها. فقط للحديث عن المرأة الحامل يعني فيما يتعلق بناحية النفسية، فإننا نجد لها أعراض كثيرة مثل ما أشارت إلى ذلك الدكتورة مارسيلينا، أعراض يعني مرغوب فيها أو مفاجئة، أحيانا يعني تبعث على الراحة وحينا آخر على التوتر. لكن بين هذا وذاك هناك جانب آخر عميق وأعمق من الجانب النفسي، قد يكون صعبا على الوصف كصعوبة وصف الكثير من المشاعر التي تنتاب الإنسان فجأة. ولكن أي إنسان يعني نحن بصدد الحديث عنه الآن، إنها المرأة طبعا التي شرفها الله سبحانه وتعالى بميزة يعني كونها أنها المحافظة على يعني تجدد الأجيال وتعاقبها، نستطيع أن نقول أنها سر الحياة وسر استمرارها، هي الواسطة في العقد التي بدونها ينعدم الوجود، فهي أساس ثنائية وثنائية النسل طبعا الرجل والمرأة. المرأة الحامل ستعيش تلك اللحظات وتتعايش معها تدريجيا، وإن كانت يعني جديدة في حياتها قد تبحث عن الهدوء أو تبحث عن الصخب والفوضى، قد تبحث عن أشياء لم تبحث عنها قبل ذلك، أو ترغب ربما في أشياء لم ترغب فيها من قبل، قد تحب أشخاص أو تكره آخرين، ولكن مدار الأمر كله يعني ليس شعور دائم لصيق بها، بل هو أشبه بالحالة العرضية المؤقتة التي يعني سرعان ما تزول. بالنسبة يعني للمراحل الثلاثة وباختصار، هناك مرحلة أولى تمتزج فيها المشاعر وتتضارب إعلانا منها عن تلك يعني الحالة أو الوضع الجديد. هذه الحالة أو المرحلة هي أقوى المراحل، لأن الجانب النفسي فيها يعني يغطيها بنسبة عالية جدا. الحالة الثانية مرحلة يعني تزداد فيها العلاقة قوة بين الأم والجنين، هي مرحلة يبدأ فيها التواصل عن طريق الحركة يعني بينهما، في هذا التواصل أو في هذه الحركة هناك اقتراب أكثر ويزيد الإحساس والتأهب لما سيأتي فيما بعد. يعني سبحان الله وكأنها مرحلة يعني وسطى بين البداية والنهاية، بداية حياة كائن جديد في عالم داخلي للمرأة، يعني داخلي نقصد به داخلي من الناحية الفيزيولوجية أو من الناحية النفسية. هي مراحل ربما تعكس أو تصور العلاقة بين الزوجين في البداية، يعني في البداية يكون بين الرجل والمرأة تآلف وارتياح وتناسق روحي، وبدون طبعا هذا التآلف لن يكون هناك اجتماع أو رباط حقيقي أو علاقة كاملة بمعناها في المرحلة الثانية. في المرحلة التالية لهاتين المرحلتين هي مرحلة يتم فيها انكشاف المتخفي، حيث تظهر صفات وتصرفات وسلوكات حقيقية لكل من الطرفين. هذه المرحلة الأخيرة في العلاقة يعني بين الرجل والمرأة هي موافقة للمرحلة الثالثة، ما قبل الولادة إلى ما بعد الولادة. من الناحية الفيزيولوجية يعني يكون هناك ظهور الحمل بشكل واضح واستعداد الأم لمرحلة أخرى ينتقل فيها المولود، يعني من غياب إلى وجود. غياب يكون في عالم داخلي أو يعني في المسكن الأول له، هذا الغياب هو بالنسبة للجنين هو وجود، هو وجود بالنسبة للأم في نفس الآن،
ثم وجود له يعني في عالم خارجي وسط أسرة، يفترض أن هذه الأسرة كانت لهذه المرأة يعني سكن وراحة ومسكن أول يعني للحياة الزوجية والعائلية. إذن يبدو الأمر وكأن فيه مفارقة، لكنه يكمل بعضه البعض. من المراحل الأولى لارتباط الفتاة وتفكيرها ورغبتها في أن تكون أم، إلى مراحل الحمل وما تعايشه وتعيشه، إلى مرحلة ما بعد الحمل وما تحمله من متغيرات. فسبحان الذي بث الرجال والنساء من نفس واحدة بعد أن خلق منها زوجها. فكرة هذه الورشة في حد ذاتها وموضوعها هو تأمل يعني لنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والتأمل في حد ذاته راحة وسكينة للنفس البشرية، ويعني وأيضا لمراجعة النفس، لتدارك الأخطاء، لمعرفة ما يجب فعله وما لا يجب، لإدراك عظمة الخالق وقدرته، وفي ذلك كله يعني سبل لتحقيق راحة نفسية وصحة عاطفية متوازنة للحامل ولغيرها. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم. شكرا جزيلا لك أيتها الباحثة الوفية بهذا المؤتمر خلال كل جلسات بحضورك ومناقشاتك وتدخلاتك في نهاية كل جلسة، وها أنت كذلك تتدخلين في نهاية الورشة التدريبية. فبوركتي عزيزتي قطواش الضاوية. إذن يرجى فقط انتباه مع خانة الدردشة الرسائل، فيها رابط تسجيل الحضور من أجل الحصول على شهادة حضور هذه الورشة التدريبية. أشكركم على حضوركم في هذه الورشة التدريبية حول الصحة العاطفية، وأشكر الدكتورة مارسيلينا لتقديمها لهذه الورشة حول الصحة العاطفية للمرأة الحامل. دكتورة مارسيلينا أنت معنا؟ دكتورة مارسيلينا إن لم ينقطع معها البث. إذن نشكر الدكتورة مارسيلينا على تقديمها لهذه الورشة، ولها منا كل التقدير على حضورها معنا. أعلم أن الوقت يعني متأخر نوعا ما، وهناك ارتباطات والتزامات، كذلك هناك يعني انتهينا من الورشة التدريبية والحمد والشكر لله على التوقع الختامية من المؤتمر العلمي الدولي الصحة العاطفية، رؤية سيكولوجية وسوسيولوجية وصحية. خلال هذه الجلسة الختامية سيتم يعني قراءة التوصيات التي توصلنا إليها من خلال كل ما تم تقديمه في المداخلات تبعاً للجلسات العلمية التي كان عددها 18 جلسة علمية، كل بمداخلات متنوعة وباحثين من مختلف يعني الجامعات والدول. وأشكركم على حضوركم. إذن ننطلق في كانت توصيات هذا المؤتمر العلمي الديكولوجية سوسيولوجية وصحية. العمل على تعزيز الصحة العاطفية السليمة للمجتمع، تعزيزها داخل الأسرة، الحرص على تنمية مهارات الذكاء العاطفي وأهميته لتحقيق التكيف الاجتماعي، غرس الأمل والتفاؤل في الفرد والذي يساعد على رفع مستوى الأداء النفسي الجيد ويساهم في ارتقاء الفرد نفسياً واجتماعياً وصحياً، التركيز على النسق الأسري والعمل على الدعم من طرف الأولياء وتوفير الدفء العاطفي والاحتواء عن طريق فتح الحوار مع الأبناء لتصبح لديهم القدرة على التعبير وتحقيق الاتزان الانفعالي. توصية أخرى، ضرورة تقوية الجانب الروحي ودوره في تحقيق الانفعالات الإيجابية وكذلك تقوية المناعة النفسية، ضرورة ممارسة السلوكيات الصحية
لما لها من ارتباط واضح بالدعم العاطفي الذي يكون بالأساس من الأسرة ودورها في تعزيز التربية الصحية السليمة. التربية الفنية ودورها في التعبير الانفعالي وتحقيق التفريغات الانفعالية وكذا تحقيق الصحة العاطفية للفرد. وآخر توصية جاءت الخطاب القرآني وضرورة التربية الوجدانية والتقوية من الجانب الديني ودوره في تحقيق الصحة النفسية والعاطفية وتنمية الجوانب الإيجابية من شخصية الفرد. وهكذا وصلنا إلى ختام هذا المؤتمر. وكلمة الختامية أقول أنكم شرفتموني بحضوركم في هذا المؤتمر، ولقد كان تشريفا، فلم تكن يعني المهمة سهلة، ولكنني كنت معتمدة على الله ثم على خبراتكم وكفاءتكم وعطاءكم وكذلك جهودكم معنا ومرونتكم لإنجاح هذا المؤتمر. فلكم كل الشكر على هذه الثقة، ولكم الشكر على هذا الدعم، ولكم الشكر على عطائكم وتعاونكم والتي بلا شك ساعدتني كثيرا للقيام بمهمتي في رئاسة هذا المؤتمر العلمي الدولي. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لمجلس إدارة المركز الديمقراطي العربي برلين وعلى رأسه الدكتور عمار شرعان على دعمه المستمر ومساندته الدائمة في عملي وفي ترأسي لهذا المؤتمر، إضافة إلى الدور والجهود التي قام بها الفريق المتميز في اللجنة التنظيمية، وأخص بالذكر الدكتور كريم عايش. فلكم منا جميعا كل الشكر وكل التقدير والعرفان على ما قمتم به من دور رائد. كما أود أن أثمن الدعم الكبير والمساندة المستمرة التي وجدتها من رؤساء الجلسات العلمية طيلة أيام المؤتمر العلمي الدولي، والذين قاموا بمهمة الترأس للجلسات بكل كفاءة واقتدار. والشكر الكبير والوفير لكل الحضور الكريم من باحثين متفاعلين وجديين وكل من حضر معنا منذ اللحظة الأولى من انطلاق أشغال فعاليات هذا المؤتمر العلمي الدولي. فلقد كان لتواجدكم المستمر وآراءكم السديدة وحتى مشاركاتكم الإيجابية في النقاشات الأثر الكبير في تسهيل مهمتي لرئاسة هذا المؤتمر وإنجاحه. أحبتي الكرام، أعترف لكم بأن هذا الأسبوع كان من أهم الأسابيع في مسيرتي العلمية، ولكن في نفس الوقت كنت مطمئنة لأن من يحضرون هذا المؤتمر هم أفضل الباحثين، خاصة أنني لمست فيكم جميعا مشاعر التعاون، مشاعر المحبة، عاطفة من المحبة، ونحن هنا نحمل نفس الأمل ونحمل نفس الطموح ونفس الطموح بالمستقبل الجميل الأفضل. لقد كانت نقاشات مفيدة وذات طابع علمي متعدد التوجهات والتخصصات وممتعة، لأنها دارت بين أمثالكم، وأروع ما فيها مرونتكم وتقبلكم للرأي الآخر بصدر رحب للوصول إلى التوصيات المعلن عنها. لقد حقق هذا المؤتمر النجاح بتواجدكم أحبتي، وأؤكد لكم بأن التاريخ سيكتب عن من أنجزتموه في هذه المدة القصيرة من عمل رائع في هذه القاعة الافتراضية التي اعتدتم عليها والتي جمعتنا. أشكركم من القلب جميعاً على عطائكم ومشاركاتكم البناءة والتي كنت أستمع إليها بكل اهتمام مستفيدة من خبراتكم، وأشكركم على دعمكم وتفهمكم ومرونتكم. وفي ختام كلمتي هذه أود أن أهنئكم جميعاً على نجاح هذا المؤتمر، وأود بهذا الخصوص أن أرفع التهنئة الخالصة إلى مقام بلدي ووطني الجزائر العزيزة على هذا النجاح الذي تم تحقيقه من خلال استضافة الباحثين من مختلف الدول وتنظيم هذه الفعالية العلمية الدولية مع الهيئات الخارجية، المركز العربي الديمقراطي برلين، جامعة اليمن وجامعة ليبيا. فكل الشكر والتقدير أرفعه لكم على ثقتكم، وهنيئا لنا بهذا النجاح،
والحمد لله رب العالمين. كانت هذه كلمتي رئيسة المؤتمر العلمي الدولي طالبة العلم الدكتورة ليلى شيباني، وهذه الأثناء أمنح الكلمة للأستاذة الغالية كذلك لتقوم بختام هذا المؤتمر العاطفة والصحة العاطفية بمعزوفة بأناملها الرائعة ضيفتنا رمونة من لبنان. تفضلي عزيزتي، أهلا وسهلا بك بيننا. أهلا وسهلا، شكرا دكتورة ليلى. أهلا بك حبيبتي الغالية، أطربينا وأتحفينا بهذه المعزوفة التي نحن نتشوق إليها. أولا بدي أشكرك على هذا المؤتمر العلمي الدولي اللي دايما أنت شغلك دايما ناجح ودايما مثمر، وأنا شخصيا بس أول يومين كان عندي ظروف صحية، حدا من أفراد عائلتي كان عنده ظروف صحية ما كنت فيني أحضر معكم، بس رجعت بعد كل شيء على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك. ألف مبروك على النجاح، وإن شاء الله دايما من نجاح لنجاح. دكتورة ليلى أنت إنسانة رائعة وإنسانة ناجحة بكل مجالات شغلك. كنت أنا بدي بس أحكي عن شغلي بالنسبة لل يعني مش رح طول عليكم، بس دقيقة واحدة بالنسبة لتأثير الموسيقى على الحوامل وعلى الجنين بالأخص، لأن أنا عاملة علم نفس مدرسي واختصاصي كان العلاج بالموسيقى للأولاد اللي عندهم عدواني، وكثير كثير الموسيقى لها تأثيرات إيجابية على المرأة الحامل وكذلك على الجنين، ويقال إنه من ابتداء من الشهر من الأسبوع 18 ببلش الولد يسمع، هو بيتكونوا الأذنين عنده على الأسبوع 16 بس ابتداء من 17 أو 18 ببلش يسمع. فكتير مهم إنه الإمرأة الحامل تكون بهيدي الفترة عم تسمع موسيقى على صوت عالي، أكيد مش عم تستعمل السماعات لأنه ما بيسمع الجنين. نحن إذا كنا بالبيت من غرفة لغرفة نسمع، فكيف إذا في 7 طبقات من الجلد؟ فأكيد الجنين رح يسمع ورح يتأثر بالموسيقى الصاخبة والصراخ والعيط، وكذلك الأمر رح يتأثر بالموسيقى الهادئة وبتأثر له على ذبذبات الدماغ وبتشيل القلق والتوتر والشعور بالأحباط يلي أحيان ممكن الأم تحس فيه. فالموسيقى لها تأثير جدا إيجابي على الإمرأة الحامل وكذلك على الجنين. وهلأ رح سمعكم إشياء هيك بلدية مثل ما بتقولوا، إشياء لبنانية لفيروز والرحابني، وهيك بضعة قدود حلبية كونه الدكتورة من دمشق راح تحب هيدا الشيء. أنا بعتذر رح طفي شوي الفيديو كرمال يطلع الصوت أوضح، صوت البيانو.
عزيزتي رامونا أتحفتنا فعلا، يعني غمرتنا بمشاعر رائعة جدا، رائعة 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 صديقتي الغالية رامونا. شكرا لك دكتورة. هل لدي المزيد من الوقت أو انتهى الوقت؟ الحضور الكريم أعجبهم المعزوفات، بدنياك تضيفيهم معزوفة. رح أعمل شيء يعني هيك عربي مش بس لبناني، حدود حلبية وهيك ميكس حلو بس. الله الله عليك يا عزيزتي رامونا، الله يخليك والله يحميك. يلا حبيبتي شكرا، خليكي دكتورة. Thank you.
شكرا لك عزيزتي رمونة على هذا العزف الرائع، والله أسعدتنا بتروحتنا حبيبتي. يعني أنا فيني ضلني أعزف لكم ساعتين ثلاثة بس. أنا بعرف أنك عندك ارتباطات وعندك التزامات، أنا من أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هذه الختام ختامها. فعلا أنا دوما أحب أني أوجه لك دعوة لحضور لقاءاتي التي أعملها، وأشكرك دوما تلبي الدعوة، فشكرا لك. الكل يقدم لك تحية محبة ومشاعر محبة، فعلا أتحفتنا عزيزتي رمونة. شكرا شكرا لك دكتور ليلى، شكرا. يعني أنا لي الشرف أشارك معك، أنت قدوة بالنسبة لي، وأنا يعني أنت مثل أعلى بالنسبة لكثير طلاب ولكثير أساتذة ولكثير أشخاص بالحياة. دائما عملك ناجح بكل شيء. الحمد لله، نحمد الله ونشكره يعني على هذه المحبة، يعني هي نعمة من الله، نحمده ونشكره. وكذلك أنت كذلك أتحفتنا صراحة، يعني كنت رائعة رائعة رائعة، وأنا ملك تمنيت لو يعني تبقى دوما تعزف لا تتوقف. ولكن وصلنا يعني إلى، شكرا لك عزيزتي رمونة، ولك منا كل المحبة وكل التقدير على حضورك وعلى عزفك هذا. نتمنى من كل من حضر معنا أن يكون يعني قد استفاد من الجلسات العلمية واستمتع بالمعزوفة الختامية، يعني كان هذا المؤتمر الصحة العاطفية الذي جمعنا طيلة أيام هذا الأسبوع، ونحمد الله ونشكره. يعني وصلنا إلى اللحظات الأخيرة من لا أقول فراقكم، ولكن إن شاء الله ستكون لقاءات أخرى لما تسمعون دكتورة ليلى شيباني. تعالوا تعالوا، أستقبلكم بكل محبة وبكل مشاعر المودة حتى نتشارك دوما في لقاءات كهذه. أشكركم كل باسمه، وكذلك دكتورة مارسيلينا والدكتورة رمونة، شكرا لكم، كنتما يعني ضيوف هذه الجلسة الختامية، شكرا جزيلا لكم. يعني شرفتمونا بحضوركم، والآن يعني أعيد الكلمة لإدارة التنظيمية لهذا المؤتمر الناجح والعظيم بكم أنتم، وأشكره على إتاحة لنا هذه الفرصة وهذه القاعة. شكرا للمركز الديمقراطي العربي على هذه الفرصة التي جمعتنا جميعا في هذا المؤتمر العلمي الدولي. كونوا بخير وكونوا بصحة عاطفية وكونوا إيجابيين، وانظروا المحبة والمشاعر. دكتورة لبنى الغياب راهي تضحك. نعم، مؤتمرات إن شاء الله دايما بيكون في ورشات عمل ومؤتمرات وشغل حلو هيك إن شاء الله، بتواجدكم عزيزتي وبحضوركم وبوفائكم. شكرا جزيلا لكم، وأترك الكلمة للإدارة التنظيمية لهذا المؤتمر، والفضل يعني كذلك يعود للمركز العربي الديمقراطي على هذه الفرصة التي جعلنا نجتمع كلنا في هذه القاعة ونستمتع ب هذه المعزوفة. فشكرا جزيلا لكم جميعا أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام، وشكرا للجميع. شكرا، كل المحبة والسلام للقاء. شكرا كثيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للجميع، أمسية سعيدة. عليكم السلام، شكرا. شكرا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جميعا. شكرا. لقاءات علمية أخرى. السلام الله عليكم. إن شاء الله. شكرا بالتوفيق لكم جميعا يا رب. شكرا.
وهكذا نلقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا، مع السلامة. شكرا. شكرا لكم، بالتوفيق. شكرا لك دكتورة ليلى، كيف تصبحي لك؟ Thank you.